الإذاعة الجادان المحليات الأصايل المملوكة لأبناء المملوكة لأصحاب السمو الشيوخ في هذا التحدي الرائع والانطلاق المثير. وهذه الشعارات المتميزة، شعارات أصحاب السمو الشيوخ اللي تنطلق مع هذا التحدي المثير في هذا المساء الجميل. ننطلق بالصدارة، نتابع بداية هذا الشوط، نتابع الاندفاع التلقائي الحاضر دائما مع الأمتار الأولى. وأرهني أيضا من اندفع بالصدارة وقاد المجموعة في هذه اللحظات. من الجانب الآخر أرى هناك شاهين التابع لهجن زعبيل وبقيادة المتألق راشد بن محمد بن مروشد، نتابع المركز الثاني. وأرى التسلل من مليح من ياتي ثانيا لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم وسعيد بن سالم الينيبي في عملية تضميره وتدريبه، ولكن إذا انطلقنا مع المركز الثالث المركز الثالث أرى التحديات في هذه اللحظات من مزراق، ورابعا القدوم من مولع. الاثنين بشعار هجن العاصفة يقدمهن الواثق حمد بن راشد بن غدير، وخامس التحديات التسلل الباين والملحوظ سيم من بدأ يتسلل مع المركز الخامس لسمو الشيخ محمد بن ذياب بن سيف آل نهيان، وانطلاقة الصادق فضل الأمين من يتابع انطلاقة نسيم مع المركز الخامس. سادس التحديات أرى التسلل أيضا من مياس لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن رايد المكتوم سفير المضمرين سالم بن حمد بن هيان العامري في عملية تضميره وتدريبه، ولكن أرى هني التسلل. نتابع القدوم الصغان لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم ومشري بن سالم بن العرض الحميري من أعلن انطلاقة صغان من بدأ يتسلل مع المركز السادس. والسابع التحديات شاهين لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم سيف بن أحمد بن خريدة متابعا لهذا الانطلاق المتميز. ثامنا من الجانب الآخر، المركز الثامن أرى القدوم من صغان لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن رايد المكتوم مسري بن سالم بن عرطي الحميري متابعا لهذا الانطلاق، ولكن من الجانب الآخر مع المركز التاسع التحديات من سلهود لسيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن رايد المكتوم مطر بن محمد بن ضبيعة متابعا لهذا الانطلاق. وعاشرا أرى القدوم من الوطن التابع لهجن العاصفة يقدمه الواثق حمد بن راشد بن غدير. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام، ندانا الأول وجولتنا الأولى مع العشر الأسامي المذاعة والمنطلقة بناموس هذا الشوط، ولكن نعود مع الصدارة. نتابع البداية، نتابع المقدمة، التحديات مثيرة وشاهين من انطلق بناموس هذا الشوط. التابع لهجن زعبيل وبقيادة المتألق راشد بن محمد بن مروشد المركز الثاني أرى التسلل من مليح لسمو الشيخ حمدان بن رايد المكتوم سعيد بن سالم الليبي في عملية تضميره وتدريبه. غادرنا لوحة الثلاثة كيلومترات، انتصفنا المسافة، بدينا مع العد التنازلي لمجريات هذا الشوط ومع المركز الثالث القدوم في هذه اللحظات من مولع التابع لهجن العاصفة وبقيادة الواثق حمد بن راشد بن غدير من يتابع انطلاقة مولع مع المركز الثالث. رابعا مشاهدينا متابعينا الكرام، انطلاقة صوغان لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم ومتابعة مسري بن سالم بن عرطي الحميري. وخامسا من الجانب الآخر نتابع السنيار لسمو
سمو الشيخ حمدان بن راشد. المكتوم يتسلل، يتسلل للسنيار وينطلق مع المركز الخامس بقيادة عمدة المضمرين عبيد بن حمد بن شينان المري، ومع المركز السادس أرى القدوم من شاهين لسمو الشيخ حمدان بن رايد المكتوم سيب بن أحمد بن خريدة في عملية تضمير وتدريبه. ننطلق مع المركز السابع كي أرى صوغان يتسلل مع المركز السابع لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم، ومسري بن سالم بالعرطي الحميري من يتابع انطلاقة صوغان. المركز الثامن، المركز الثامن، التحديات القادمة من قاصد لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، ومتابعة علي بن راشد بن غدير قائد العمليات في الفرقة 11. ومن الجانب الآخر أرى التحديات أيضا من سلهود لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، مطر بن محمد بالضبيعة من يتابع انطلاقة سلهود مع المركز التاسع. وعاشر التحديات الوطن التابع لهجن العاصفة وقيادة ومتابعة الواثق حمد بن راشد بن غدير. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام، ندان ندان الثاني وجولتنا الثانية مع العشر الأسامي المذاعة والمنطلقة بناموس هذا الشوط. ولكن نعود مع الصدارة، نتابع البداية، الاتجاه سليم وصحيح إلى خط النهاية وإلى المنصة الرئيسية اللي بدت تلوح في الأفق مع هذا الأداء المتميز، مع هذا العرض الاستثنائي. شاهين على رأس الحرب يا الشوط منذ البداية بالشعار هجن زعبيل وقيادة المتألق راشد بن محمد بن مروشد. ولكن أرى مليح مع المركز الثاني بالشعار سمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم سعيد بن سالم النيبي في عملية تضميره وتدريبه. وثالث التحديات التسلل من مولع مع المركز الثالث بالشعار هجن العاصفة حمد بن راشد بن غدير في عملية التضمير والمتابعة. ومع المركز الرابع انطلق السنيار لسمو الشيخ حمدان بن رايد المكتوم عبيد بن حمد بن شينان المري متابعا لهذا الانطلاق. وأرهني صوغان، أرى صوغان أيضا ينضم مع هذا التحدي المثير لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن رايد المكتوم، ومتابعة أبو حمد مسري بن سالم بالعرطي الحميري. ولكن أرى التحديات القادمة، أرى الانطلاقات المثيرة. المركز التسلل أيضا في هذه اللحظات من هملول لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم وبقيادة أحمد بن سلطان بن رشيد. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام. ولكن نعود مع الصدارة، نتابع السلالة الشاهينية اللي تفرض وجودها بكل قوة على مقدمة هذا الشوط. ومع هذا الشعار، شعار هجن زعبيل اللي انطلق بالصدارة، انطلق بالمقدمة وبقيادة المتألق راشد بن محمد بن مروشد. ولكن أرهني أولع يحاول في اللحظات الأخيرة، في اللحظات المثيرة. يا سلام يا سلام يا سلام، شاهين مولع، ولكن شاهين هو الأقرب. تهانينا لهجن زعبيل ولمالك هجن زعبيل سمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم، والتهاني للمتألق راشد بن محمد بن مروشد. هذه لحظات وصوله إلى خط النهاية. المركز الثاني ولع، التابع لهجن العاصفة، ومع المركز الثالث يصل مشاهدينا متابعينا الكرام مليح، يصل مع المركز الثالث سمو الشيخ حمدان بن رايد المكتوم، المركز الرابع صوغان سمو الشيخ راشد بن حمدان بن رايد المكتوم، والمركز الخامس هملول لسمو الشيخ حمدان بن رايد المكتوم. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام للخمس المراكز الأولى. ولكن لنا عودة مع التوقيت الزمني ولحظات وصول شاهين إلى خط النهاية. يقطع المسافة في فترة زمنية مقدارها 9 دقائق 30 ثانية و3 أجزاء من الثانية. تهانينا لهجن زعبيل، والتهاني للمتألق راشد بن محمد بن مروشد على فوز شاهين بالمركز الأول، بينما اللي وصل مع المركز الثاني مولع ياتي بتوقيت زمني مقدارها 9 دقائق 30 ثانية و9 أجزاء من الثانية. تهانينا لهجن العاصفة، والتهاني موصولة للواثق حمد بن راشد بن غدير، بينما اللي وصل مع المركز الثالث الم
المركز الثالث يصل المشاهدين متابعين الكرام مليح 9 دقائق و41 ثانية أو جزئين من الثانية. تهانينا لسمو الشيخ حمدان براد المكتوم والتهاني لأبو أحمد السعيد بن سالم النبي. تهانينا للجميع والناموس. مشاهدينا الكرام مستمعينا الأفاضل، هي الانطلاقة هنا لشوطنا الثاني.